بيشرفنا دلوقتي الكابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي نجوم كبار كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد عبد الحميد. ايه اخبار طاقم التحكيم النهارده؟ نقول مبروك الاول للاهلي يا كابتن على النتيجه وعلى الصعود لاول المجموعه وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن ايمن زي ما يعني كنا بنتكلم قبل المباراه عن الحكم كابتن شريف لويس دي جندو البنيني. هو كان اداره كابتن بلال ادار اخر مباراه ليه كانت الاهلي كانت مباراه سان داونز اللي كانت هناك وكان ركله الجزاء اللي انت يمكن شفناها لصالح بيرستاو ما حسبهاش والفار ما تدخلش وقلنا ربما الحكم يكون بيطور اداؤه كابتن اسامه قلنا دايما الحكم بيحاول يطور من اداؤه بعد كده نتيجه الخبرات نتيجه الماتشات اللي بياخدها. هو خد مباراه في بطوله الامم الافريقيه كابتن شريف مباراه واحده بس اللي هي كانت اللي فاتت وبعد كده ما لعبش اي حاجه ثانيه. تعالى النهارده في لقاء سهل جدا 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 ما فيش فيها كابتن بلال اختبارات تحكيميه وحواليك كميه اخطاء غريبه يمكن مش مؤثره ولكن كميه اخطاء فنيه سواء هو او الحكم المساعد اللي هو الاول حكم العالمين بالظبط كده. لا يليق ابدا بحكم في النخبه الافريقيه كابتن ايمن ان هو يقع في هذه الاخطاء الكارثيه اللي موجوده ومن خلال الحالات هنشوف حاجات كتيره جدا 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 ولكن انا بقول هو لم يطور من ادائه كابتن شريف وما زال حتى هو واقف عند نقطه مش عارف يعديها. من خلال الحالات هنشوف اول حاله هنا كابتن اسامه كابتن شريف. انا النهارده لما انا كلاعب بنجح في لعب الكره كابتن بلال ودي اول بطاقه صفراء خاطئه هنا رامي ربيعه نجح في لعب الكره الاول طبعا. وصل لها صح ولعبتها انت بتاخد بالشكل ولا بتاخد بالتفاصيل كابتن عادل؟ انا كحكم المفروض انا باخد بالتفاصيل الحاله. اللاعب هنا نجح في لعب الكره ولكن هنا حصل ان اللاعب سقط على السقوط جري واشهر بطاقه انذار غير مستحق بصراحه. دي اول انذار غير مستحق صح دي حاله يمكن لو معانا المتري حبان قوي قوي قوي. تعال نروح للحاله اللي بعد كده. ده اول خطا هنا الف ب كابتن بلال في الارتقاء بتطلع كابتن عادل اي كوع او اي ذراع بيجي في الوجه خلاص انذار مفيش فيها كلام. هنا شوف كوكا هنا طالع والراجل هنا بالكوع خلي بالك ده بالكوع كوع مش بالمرفق ده بالكوع وهنا طبعا الحاله صعبه هنا لم يشهر البطاقه ودي تاني حاله فنيه كان يجب عليه ان هو يشهر فيه البطاقه ما اشهرش البطاقه فيها وعدت ده تاني خطا يا كابتن بلال. عد بقى معايا يا كابتن بلال لسه اللي جاي بقى نشوف ادي خطا تاني بطاقه صفراء هنا. تعال نشوف الحاله دي ما اعتقدش ان هذه الحاله في مباراه تمام ايا كان باي شكل انت كحكم تعديها. شوف هنا برضك الدخول واسلوب الدخول مع كوكا كابتن بالظبط ويمكن دي اللعبه اللي هو يصيب فيها لان الراجل ده كمل بعد كده في ظهره وبالتالي هنا للاسف لم يشهر بطاقه. ثلاث بطاقات كابتن عادل في المباراه حتى الان احنا ما بنتكلمش على الاخطاء الثانيه الفنيه. نشوف بعد كده الحالات الثانيه عند المساعد هنا كابتن. هنا كابتن احنا قلنا الذراع دايما للمهاجم لا يدخل في حالات التسلل. وشوف هنا القدم هنا الاصفر شوف مساعد اللي هو البلال اللي انت اتكلمت عليه. هنا شوف الحاله حاله من الحالات المهمه جدا طبعا الفار مش موجود وهنا اشار على تسلل. فين التسلل يا كابتن؟ مع ان هو واقف كويس بالظبط. ما يا كابتن ما انا حاجتين لازم اعملهم تمركز صحيح وتركيز لحظه اللعب. الشراب الاصفر لو فقد يعني هو حتى باين لك برافو كابتن عادل الشراب هنا باين جدا جدا ليه الحكم وهنا كان المفروض يشير باستمرار اللعب. خلي بالك الكره ديت نجح في لعبها ولكن هي ما جاتش جون ولكن دي من ضمن الحالات الخاطئه عند الحكم المساعد الكارثيه بتاعت محمد طاهر الكارثيه بتاعت طاهر كارثيه اللي هو هنجيبها انا بوريك. بص كميه اخطاء يمكن اللي بيشاهد المباراه كابتن بلال مش واخد باله بالحاجات دي. تعال نشوف الحاله اللي بعد كده. قول لي بالله عليك اهي هي دي اهو يعني دي حاله هل هذه الحاله تصدر من حكم موجود في النخبة واقف متاهب وشايف الخط وشايف كل حاجه في نقطه كمان ال 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 الحشيش نفسه الخط عامل ازاي الخط كابتن الفتح والغامق الخط واضح هو واقف على نفس الخط الخط 100% عارف يا كابتن شريف بيقولوا لنا ايه احنا كحكم مساعدين بيقولوا لنا ايه اشتغل على الخطوط مظبوط سواء خطوط اللي هي منطقه الجزاء او خطوط الملعب. يعني انت لو النهارده لو بتشوف الخط الراجل هناك في الحته اللي هي الغامقه وهنا الراجل هنا مغطي واحد اثنين يمكن ثلاثه مغطيين في اللعبه دي. بقول لك الاحداث اللي موجوده في المباراه كابتن بلال يمكن مش شايفينها ولكن اللي احنا جبناه لا اخطاء كثيره جدا للحكم سعد. بعد كده هنا يمكن في حاله مهمه جدا بعض يرى ان هي في ركله الجزاء كابتن بلال ولكن هنا الكره لم تلمس الايد صحيح. يعني هي الكره نطت الايد مفروضه ولكن هي ما جاتش في الايد صحيح.
وبالتالي هنا يستمر اللعب، كان قرار صحيح لحكم المباراه. الحاله بعد كده نشوف، ودي حاله من الحالات المهمه، ده الهدف اللي جه كابتن ايمن، وده عند المساعد الثاني اللي هو انا شايفه ان هو افضل واحد في طاقم التحكيم هنا. الهدف هنا معلول هنا سابق بنص خطوه تمام لحظه التمرير، وبالتالي لما اتعملت بعرض كان بيرسيزاو في موقف سليم، ولكن هنا بدايه اللعبه كانت تسلل، وكان القرار للحكم المساعد كان قرار صحيح. نشوف هنا هدف حسين الشحات تقريبا، نشوف كان دي اول لحظه، وبعدين راحت للاعب النادي الاهلي، وبعدين اتعملت لتحت للشحات، جاي موقف سليم تماما تماما تماما. انا جايب الهدف ليه؟ عشان نقول الهدف هدف صحيح تماما ومفيش اي مشكله. ولكن بصفه عامه كابتن ايمن، لا مش هو ده التحكيم الافريقي يا جماعه. يعني ده مش هو ده التحكيم، وانت كحكم في النخبه لا يليك ابدا، ولا انت ولا المساعد ان يكون في اخطاء هذه في هذه المباراه. اتمنى ان يبقى في تطوير على مستوى كبير من لجنه الحكام في افريقيا. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عبار عقبال المباراه اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا كالعاده. شكرا كابتن.